زاد نور الله تعالى، والقهاوي وغير ذلك من هذه المواطن هي بيوت والتي يرتادها، والعياذ بالله هم المعينون عن الله تعالى الذين يجعلون منها بيتنا في كل يوم وليله، فاحترامها والسكينه والنشور فيها فهي بيوت الله وهي الاحق بالاحترام. ولكن هذه الطاعه للاسف كلنا يعلم، كلنا يشاهد اول يوم رمضان المساجد الكلام، ثاني يوم او ثالث يوم تجد انها رجعت الى سالف عهدها، وتجد ان كثير من الناس يبرر لنفسه تبريرات بترك الصلاه في المساجد وترك الجماعه وترك صلاه التراويح وغيرها مبررا لنفسه، حتى ماذا؟ حتى يقول مثلا يقول لك والله الامام صلاه تراويح، والله الامام صوت جميل، والله انا بدي اذهب عليه كذا بدي اعمل كذا، والله انا تعبان، فيبرر لنفسه ويجد لنفسه الاعذار حتى يهرب من هذه الطاعه ومن هذه العباده. اذا عباد الله، اذا كيف حققنا هذا الاجر وهذا الثواب الذي قال الله عز وجل به عن الصيام؟ الى الصيام فانه لي وانا ابني به، ثواب عظيم الصيام. لكن لا نحقق ذلك بالتمام، لا نحقق ذلك فقط بالنظر الى الثواب والقوام، ولكن علينا ان نكون من ذي اولئك. فهناك صلاه التراويح، هناك ذكر، هناك دروس، دروس رمضان لا تجد من الناس قله قليله من الناس التي يحضر هذه الدروس في رمضان. لو انتفى او لم يريد ان ياخذ او يكتسب علما من هذا الدرس، يكفيه انه في شهر الصيام، يكفيه انه في طاعه، يكفيه انه اذا جلس مجلس علم له ثواب عظيم عند الله عز وجل، هذا في غير رمضان. فكيف اذا كان الامر في شهر رمضان؟ هذا لمن يرشدون ويريدون اغتنام موسم الطاعات وموسم العبادة في رمضان. والطاعة السادسة عباد الله والتي ننهي بها هي تصيد أوقات الإجابة في رمضان. إجابة ماذا؟ الدعاء، ليلة القدر، جوف الليل، ذكر الصلوات المكتوبات، وهذه تشتكي إلى الله عز وجل في صلواتنا المكتوبات. كثير من الناس تجد ما أن سلم الإمام يمينا إلا وهو قد وصل خارج باب المسجد، أين الذكر؟ لا يأخذ معك دقيقة ويقضي الأوقات خارج المسجد ويكسب الإثم من جراء زعزعة وترترة لسانه يمنة ويسرى. وكذلك بين الأذان والإقامة وعند النداء للصلوات ويوم الجمعة والسجود في الصلاة ودعاء الصائم عند فطره، دعاء الصائم عند فطره للإصلاء دعوة لا ترد، كما قلنا من كثرة نهم الناس على الطعام لا تفطن دعاء ولا تفطن غير ذلك، مو البوكي للإنسان، وهي فرصة، فرصة للإنسان أن يدعو الله عز وجل في ذلك الوقت لأنه أدعى للإجابة ونبهي بدفع القرآن وقراءة القرآن والقصد من ذلك ليس